نختم جولتنا في أعمدة الرأي بزاوية فيما أرى للكاتب عادل الباز بأخيرة اليوم التالي تحت عنوان المصارف أين تذهب أموال المودعين. استهل الباز زاويته بالإشارة إلى آخر تقرير لبنك السودان 2015-2016 كان فيه تمويل المصارف لأهم القطاعات الاقتصادية كما يلي: الصناعة نصيبة 13%، الزراعة 18%، الصادرات 2%، أي والله، التجارة المحلية 13%، أي والله. يتساءل: هل عرفتم أين مكمن الخلل في الاقتصاد السوداني؟ ومضى في حديثه بتساؤل آخر: إذا كان هذا هو مستوى تمويل البنوك لأهم القطاعات الفاعلة في الاقتصاد، فأين تذهب أموال المودعين؟ ويشير الباز إلى سماح بنك السودان للمصارف بوضع ودائع مقدارها 30% من رأس مالها في شهادات شهامة، ويقول: ما أدراك ما شهامة، فهي المفضلة لدى البنوك لأن أرباحها مضمونة من الحكومة، فشهامة تمنح أرباحا مجزية للمستثمرين، وإن كانت كل تلك الأموال وخاصة أموال البنوك أرباحها موجودة على الورق فقط ولسنوات لم توزع أرباحا. اختتم الباز زاويته بالمطالبة بتغيير جذري في سياسات بنك السودان تجاه قضية التمويل في البنوك حتى ينهض الاقتصاد، واستدرك بقوله: وقبل ذلك تحقيق العدالة في توزيع الثروة. ويضيف: إذ لا يمكن أن يتعايش مجتمعان متناقضان مثل هذا التناقض بين فقر مدقع وثراء فاحش تحت سقف وطن واحد.